منكم طيب. ايوه هذا بنايه. لكن ابغى انشط متسابق عندكم. سلطان حط الدل من هنا، حط الدل انا صبها. انت احنا نبيك في ذا المجال. جب جب يا يومك ما شاء الله تبارك يا يومك. تعال انت حري هات مساء. يلا يا عيال روح روح هناك. تقول واحد نشيط عندي. خكنا يا سلطان. استريحوا اعطونا متسابق منا سريع. هذا هو قال سريع قرب. اثنين واحد بس. اثنين واحد منا واحد منا. طيب يا سلطان الحين جاهزين انتم؟ جاهزين؟ جاهز. قرب تعال هنا. تعال هنا. شوف يعرضون على هذا لك كله بهم عيال عم ما يصل. شفت خليك وعدهم برا. بالله هذا الكلام يا نايه هو يطلع. يلا تعال كاتب خلاص. هرش هرش تعال هنا هرش. ها طيب شوف بالله عشان الصور. ابو رقعان قم عشان تعال هنا. تعال هنا تعال هنا وجهك هنا. انا بطلب طلب وفروا لي. يا سلام شفت اللي بيجيبه بياخذ 5 نقاط. تركي حلو تركي ممتاز. صوت بس يا شباب صوت تركي صوت. اسرع واحد يجيب لي فكنا من المطبخ. المطبخ بعيد مني والريال يتوسعوا عليه. ابعدنا من المطبخ توني طالع منه في شيء حار مطيح فيه. اسرع رجال منكم بيجيب لي مفتاح سياره. يلا هجر عجل ما معي تفتح في الاداره. في الاداره والله ما معي. لو انه معي اعطيته اياه. لو انا معي مفتاحي معي اعطيته اياه. يلا بتسبب على ولدنا بيروح. لا لا ان شاء الله ما يشملهم. بيدخل ما يشملهم. ما يشملهم بتسبب على سلطان. وصل عجل. ما شاء الله تبارك الله. يا سلطان لا شيخ. هو ما دخل خوي. انت دخلت منا. انا قلت يجيب لي هنا. اذا نقول يا جماعه 5 نقاط لفريق صوت. سلطان وش اسم الفريق؟ ليتام. فريق سلطان ليتام. ما شاء الله سلطان. نايف يا نايف. باقي النقطه الاخيره. ما قفلت الباب يا شيخ بذكر الله. تكفى النقطه الاخيره. ما قفلت الباب. اختصارها معنا 5 دقائق الان تبارك الله عشان نعلن الفائز. معنا 5 دقائق. اسلم. باقي اخر مسابقه. المسابقه الثانيه. طلعوا لي اسرع 2. عندي يا الربع. عبد الله قم يلا. وهذه على 5 نقاط. الاسم فايز شراني. يلا يلا استريحوا يا شباب. يلا تعال هنا. يلا يا شباب وين الثاني؟ تعال هنا خلاص يا شباب. بالصوت بالصوت يا شباب. بس صوت استريحوا يا الربع. والله انهم بيخصمون ولا ودنا لكم الا بالزين. خلونا نهدي الصوت بس شويه يا شباب. يا سلام عليكم. لا طيب باقي معنا 5 دقائق بس. اخر مسابقه عليه 5 نقاط. يا تعوضون خلاص. الان اسرع واحد. شوف المسابقه كالتالي. عبد الله عندك رقمين. رقمين وش تختارها؟ حلو. يعني عندنا من 1 الى 20. حلو. اللي يقول رقم 20 هو الفائز. شلون يعني 20؟